واحد بيقول سؤال من مشاهدي ساد سبن، بيقول: تحية أبعثها لكم من بغداد، وقد شاهدت على محطتكم ساد سبن عن كتب للشعر قد ألفتها، منها الفكاهي الأخ وغريب. أود الاستفسار كيف يمكن الحصول عليها، وتعرفون أن مثل هذه الكتب لا تأتي لنا، فهل تشترى وما هو المبلغ إلى آخر. الشعر الفكاهي ما لم ينشر في كتاب انطلاق الروح، ومش موجود في كتب. ربما بعض كتب كتبت عني زي الكتاب اللي طلعه نيافة الأنبا يوحنا، موجود فيه بعض أشعار من النوع. ما تحاول تستفيد من الشعر الروحي بدل ما تركز على الشعر الفكاهي. الشعر الفكاهي ده كنا بنقوله واحنا تلامذة لفرفشة الطلاب، لكن بعدين بقى الشعر كله روحي تقريبا ابتداء من سنة 46. الشعر كله روحي، كل الأشعار الفكاهية قبل 46.